فيما يخص الفريق الإيطالي غدا سوف يصل إن شاء الله إلى الرياض الفريق الجوفنتوس الإيطالي قادما من دبي بعد أن أقام عدة أيام هناك. سوف يكون إن شاء الله بعد وصوله سوف يعقد مدرب الفريق وأحد لاعبيه مؤتمرا صحفيا في فندق في مقر إقامة الفريق، وبعد ذلك وفي اليوم الأخر ولن يكون هناك أي تدريب رسمي للنادي في ملعب المباراة. تاليا سوف يكون إن شاء الله وفي اليوم الآخر سوف يتوجه الفريق مباشرة للملعب لإقامة المباراة. القناة الرياضية إن شاء الله سوف تقوم بنقل المؤتمر غدا على الهواء مباشرة لكل المتابعين في غطار تغطيتها لمهرجان اعتزال الدعيع بكل تفاصيله والذي سوف ينقل حصرا.